حتى في الاتفاقية اللي درناها مع البدر مؤخرا فيما يخص قرض التحدي، هذا الشيء داخل في القرض التحدي، عندكم حق في الدعم في هذا الشيء. ها فوالا عندكم الحق ديروه، وانتم عليكم من جهة كاين تحفيزات على مستوى برنامج الوزارة، وثانيا تحفيز آخر يجي على مستوى البدر. ما عندناش شهرين ولا ثلاث شهور نسينا، درنا اتفاقية جديدة ودخلنا كل أنواع الاستثمار هذه، لي زيطاب لي هونغار لي شومفرواد التبريد وكذا والتخزين، هذا ليكم. الإدارة معاكم، سوب ديفيزيونير معاكم، على مستوى الفلاحة معاكم، هما يعني فوالا هما اللي يرافقوكم، ديروا الملف معاهم يرافقوكم عند البدر وكذا. هذا في انتظار إن شاء الله يكون عندنا القرض التعاضدي الريفي، يكون قرض مختص للفلاحة والفلاح والموال، يكون عندك دو سورس دو فينونسمون، عندك لي كريدي من التحدي ان شاء الله، عندك من القرض التعاضدي ترى في لا سينما. المرافقه كاينه، التوجيه كاين، المهم تتحاوروا مع الاداره مع المختصين، والمرافقه والوجود في الميدان، لازم الوجود في الميدان. احنا كنا نهضروا نقولوا المرافقه في الميدان هذه، وحنا يزيد لك حتى فيما يخص نوعية الابقار عندنا لي طوغو، بصح دايرين انسيميناسيون افيك لي فيتيرينير باش نوعوا ونديروا تكون مردوديه، ويكون عندنا دي فاش هنا لي تيير فري تسمى يزيدوا عندنا ويولوا صاروا وطننا هنا عندنا، رانا نتعاملوا تاع لي فيتيرينير وعندنا متابعه. شوف مشكل تاع لي هونغار هذا، بارك الله فيك، مشكل تاع لي هونغار من غدوه مع السوب ديفيزيونير من غدوه الملف مع البيرمي، الملف تاعو جوزو في اللجنه ودوه لاباط، ما سنيناش اتفاقيه هكذا باش نسنيوها، وما دخلناش لي هونغار لي شومبر وكذا هكذا بور البليزير. يفو يالي دون لي سيغمون دانفستيسمون ستركتورون اللي عندها اهميه بالنسبه للشعبه. نعم فوالا، دونك ابارتير دوما ان شاء الله في اقرب الاجل قولوا لي المشكل هذا تريلا. ربي يحفظك.